بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل أنت وعن أول نيسان داود الكسر دواد برامج حساب بنا ترتك على بورك جناسجا وبرامج سنة الله أو بالكسر أو بشبر كسر رمضان تعت خد دعوة وربعين تكل دوين الشمال الآن برامج هو حلو تلا جلين كيف هذه السنة جدها بدتك هو هلا أفك الشمالية وبرامج لو شو بندق يهيب بده يهلا بورك أرديت كتير تجمع هذا كل دور الدلك جرهنا أرديت سنة كم وحوشته هو برامج كوت هوا نيا أرمها جناسجا oo maalgelinay isla markaasina ahmiyad u siinay bangiga caalamiga ah ee Premier Bank oo ku xidhantay ganacsato farabadan iyo bulsho farabadan oo ka mid ah bulshada afka Soomaaliga ku hadashay waxaan u yeeri doonaa barnaamijkan inaan ugu dagalo gudoomiyaha gudiga kala saarida ahna khabiirka barnaamijka inta badan aan ugu heshiisay xulintiisa kale Professor Mubarak Ibrahim R waxaan u yeeri doonaa ganacsade عبد الرحمن برالي وحكلون يد دونا جنا صدى عبد يوسف آر وأهم الكلاس شركة سجلت وحن يد دونا جنا صدى إسماعيل معاد وكم عبد يوسف آر عبد يوسف آر وجنع صدى وحاول شن يطبن كيسن ويودن بي أها ما ملها جود الشركة دعان كاه السجلتد وحاول هرا وجسو الشقي الشركة دي بيتك أو ها مذا حسوق جينتا يجيبك شركة MSG Trading Company أو يدنا ها مذا حيبك وحاول عبد الدقريق كوات كقعت مامل كي جنع سجا وحانو هذا وضع الدقريق لبعض وكم عبد الرحمن علي حرسي عبد الرحمن علي حرسي وحاو شهادة هيرك اللباد اي مستس كاقاتي جامعات كتالة دالك مليسية وحانو كتخصصي الرمها مامولك اي جنعسيقة وحاو كسو شقيي هايدة PSI او مامولي مشاريع كالدوين سيدو كالي وحو كسو شقيي هايدة Africa Education Trust اي Handicap International عبد الرحمن واساسها اي قدوميها شركة دا هاسي كونسلتن وحادة كشقي سردامان جيس كافريكا isla markaana xaruma kale magaalooyinka Hargeysa, Jigjiga iyo Muqdisho waa kuma Ismaaciil Meecad. Ismaaciil Meecad wuxuu shahaadada heerka 2aad ee masterta ka qaatay jaamacad ku taala magaalada London. Ismaaciil waxa uu ka mid yahay maamulka sare ee shirkadda Meecad Group waana aasaasaha xarunta tababarka iyo shaqo-abuurka dhalinyarada ee loo yaqaan Borama Job Center taas oo kumanaan dhalinyaro ah xirfado iyo carbis shaqo kaga faa'iideysteen Ismaaciil Meecad waa aqoonyahan ganacsata ah oo aqoon iyo khibrad durugsan ba u leh maamulka hoggaaminta iyo hal-abuurka waa kuma Mubarak Ibrahim R Mubarak Ibrahim R waa hal-abuuraha iyo madaxa barnaamijka tartanka hal-abuurka ganacsiga waana gudoomiyaha jaamacadda Badar برنامجي هاي بكن عاوة حكا قيب قيلي دونا عرضي كشعوتا قوبالكا توك دير و برنامج اكو ترتميان ان اي صوبان ديگار سامر كاسين اي شلميان شركة تميان ايسا اوڑا ديبه دا هو كب حسن شركة دي قده هيدا ما وحا لو يغانو اي سرنال اوڑا وحان رجينا ان نوغد برنامج حيسا بانو معلومات اتكا فايدان وحان ادكو سودوين اي برنامج كاسي ايدا وشون اي سن وحا هالكن إلا تاقن محمد شامع اسماعيل يو سعيد احمد محمد محمد امس سعيد سيد waxaan jecelahay in halkan aad la socotay qaybii hore barnaamijkii soo socdeen oo barnaamijkii xisaab madna tartanka laburka ganacsiga ee jaamacadda dalka hore ma uga qayb gashay may jaamacadda ay doodan runtii waa markii horeysay ka qayb gasho hadaan u faraxsanahay laakiin ka qayb gasho barnaamijka sidoo arkay samirka media ma hore ma uga la socotay barnaamijkan aad buu wanaagsan yahay marka laga reebo gudido ee ganacsiga waaweyn oo arrinkii dadka ku aad ugu adkeeya aad ugu mahadsantahay سيد waxaa jecel aan wa ganacsatadaasi waaweyn ee halkan fadhida inaad miskaxdoodaan intay taalkaaga inaad bal isku deedo maadaama aad in badan ka fikirtay mashruucan
هدول الشركات هذا نورتكم وحلاقة يا بني بعد الشقيس حوجي ستو إن جنا استاذ هدول قشوا قار خذ دبا قشوا وحرجيني أتكلم اللي عنده تبرامج كله كانت كسب بدي قشوا وحقو رجيم دون استاذ حميد بعد استاذ لو ذاك بالبرامج هذا الشيء سو شقيس الشركات هذا عدنا سنتي كل ما جنا استاذ وحقو نقطة بيزنس ولا هنا برا أيوة حد دور تعبه هيد ركا شركات ديا ذا حلبورك جراسيان وانه يوان كيس وكان كان كحسن سومالان اكسترنال فينانشال اوريت فيم انكستا وانو لبدا سيرفيس انو قبانا انو مدحان انو غو مقع دراي ديبنا مالها وكمبانيه دا حداد فيريسو سيرفيس كا انبادان اي قبطان اي مقع يدو دا انتا بادان رايان انا سوق غاد هاس بتريليوم وحكالو انتا قبطان بوي قبطان ان لبا سيرفيس بان شاء الله تعالى بحين دونا سيرفيس وحويان طلب بحين قاب كذا قارئ الشركة دا أو أنت بدل أكونتين خصية ما دام فيل كي يكون أكونتين أي وحنو كطلب بحين دونا قاب كإنترنال أوديت كود ووديس بيو حنو كطلب بحين دونا إن شاء الله سيدا أيو ديار سنة يان فينانشال ستيتمنت ديسكودا حنو كطلب بحين دونا قاب كا أي عشورو هو دا أوني دامين يان waxaanu ka talab bixin doonaa hadii aan la ku sameeyo gol yahay sida ashuuraha maartay u nidaaminayaan iyo appka iyo software ka ay tahay inay u isticmaalaan accounting software badan ayaa jira si ay noognay service ka labaad waa service kana ugu magac darnay baasha maartay halabuurka oo ah external audit external audit iyo internal audit inta badan dadka inuu magac ugu cusbaada dhici karta halabuur ganacsi weeyaan oo sida uu magacooda qaar ugu cusboonaanayaba uu yahay halabuur cusub oo si fududna lagu hirgelin karo marka shuruudihii hore ee loo dhigay la eego shuruudihii hore ee ka soo baxay xanuunta tacliinta sare waana anagu lastigi u hayno insha Allah waxaanu ka talab bixin doonaa labada service baan u qaban doonaa insha Allah ganacsigu iyo halabuurku waa mid si fudud lagu hirgelin karo uma baahna wax ka siyaadsan xafiisyo iyo gaari saanu ku xusay proposal-kayaga waxaan ugu dhiirigeliyay arrinkan wuxuu nagu soo dhacay halabuurkan intii aan wadnay hayaankayaga waxbarasho waanu imka sanadkii u dambeeyay aanu ku jirro macallimiin badan baan ugu dhiirigeliyay inaanu bilowno oo booskaasi u banaan yahay waxaa kaloo dhiirigelinta qayb ka si ah maxad runtii aan filayo inuu qayb weyn ka qaadin doono insha Allahu ta'ala horumarka dhaqaale waddanka oo IGPAS la yiraahdo oo waa dhaweyd wasaaradda maaliyaddu ay maaragtay xariga ka guysay ay furtay IGPAS waxaan rajaynaynaa inuu liisansiga caalamka uu soo saaro liisansiyada maarta internationalka ay qaataan nimanka xisaabiyasha wuxuu balan qaaday IGPAS in ha insha Allah way aan soo koobo ganacsigani wuxuu faa'iido ku yeelan karaa horta shaqaabuur wuxuu faa'iido ku yeelan karaa inuu kobciyo ama bilaababa industry-ga iyo suuqa accountancy waa ka shaqeystaan accountant-iga oo la yiraahdo accounting service industry waanu naqaanaa shirkadaha CPA firms-ka la yiraahdo certified public accounting firms oo USA ka jira oo industry-gan dabcan ka shaqeysta laba organization hore oo kamid ahay waayeel ayaa isku dayay inay external audit ka ay sameeyaan laakiin maadaama ay wax ka badan service inta ka badan ay qabtaan tababaro entrepreneurship ka waxa qusayay way maaragtay uu saamix weydiinay external audit ka iyo service ka kala bixin aad baad mahadsantahay Saciid waxaan filayaa inaad barnaamijkaaga soo bandhigtay mashruucaagina ay ka bogteen xubnaha guddiga halka fadhiga ganacsiga ee waxa ku soo dhaweynaya ugu horreysiin Cabdi Yuusuf Aar badan uu qiimeeyo mashruuca Ashif soo bandhigay Saciid oo ka socda jaamacadda gobolka Sanaag meelaha Turgal hadii aan qiimeeyo waxaan siinayaa scorekan siinayaa waa 150 150 waa tahay Cabdiraxmaan Buraale marka koowaad horta waan sidii caadiga ahayd waan hambalyeynayaa sidaad u fahamsanteena waa aad baan uga helay guulo aan ku rajaynayaa konton baan ku bilaabayaa waa tahay
هذا ما حسنت هاي وقطبين إسماعيل مع محد وتشيك وبعد ما قيمتك وبعد تسيسك واحدة تكسر حتى جان تقرير وحن سين يا بقول كي بالحدا بقول كي بالحدا هذا ما حسنتين سعيد يو محمد شامع وحن شعلة هاي أرقى واحدة ستان تمد دقيقة هدي قد جاوب بعضها إن شاء الله ديري ويديان وكله أي الله يا بيلا شنو تبين دي قاردو لكن واحد شيء نه تبين كنا تغير كيف هذه شنطة ثانية تكدي فعلا إن شاء الله قد جانا أتكون هنا ثان عند بعوه دي هرات لديش كل يوم أنا دي بدي كنا وشنا أنا قاركو ده أنا وحبي دخل هالين هدي إن شاء الله خبر كتان وحكول يشدو أنا ميكروفون كحملها لكن تاجنا سعيد يوم محمد وحن وهرين ودي بدونا عبد الرحمن برالة إنه نوبل أو شاء الله أرتوى ومهد سنتين سي قروح بدن أياد وصوش الرحضي سؤالش هان سويد ديني مركة كواد حيت هاي أرضي جامعة ديقاتا إيه برنامج كعوليس كيسة سيدا يسوقا دي كريان أوديتين إيه فينانشيال سيرفيسز مركة الله بحينا إيه وحل يمين إيه وإكسبرتيز خبرد إيه أقون مركة موحد صوك ريسان إيسان dad khibrad iyo aqoon leh in misaydinka laftina ku jabinaya hadaa soo kareysanaysan su'aal ahaan auditor certified oo shahaado haysta oo shaambad haysta oo la garanayo wuxuu yahay muxuu idin ku kacaya ma idin qiyaasan tahay kharash intee leeg idin ku kacaya marka horta su'aasha san rabaa inaad marka hore intaan wax kala gelin saas sheegtay dadan service وسيرفيس بارتي دسرت فايل يا خوان كران أنو طبعا دوحة نوع سنة دريو مركل شدو ده وديرني دبك الله قديكو لكن بكا لو ده يو سي دي سي هاي مر هرا لقى سوق هذا وقبو بي أنا قايم كأكون تكيد لنا أردت كيو بسيلة هيا نقول شراء مركا وانو سوق رئيسن تونا إن شاء الله وها أنا نجعاون دون إن شاء الله. بحبوا من بحرين طبعا دم الجلمي إنه مريخ هنيو ليسنس إنه بدنين طبعا كله لكن إنا جينا بلعب إنه عوشة. وحنا نجعاون دون إيك بس إن شاء الله تصير تفاير هاي استوى يجي وسوش هاي سين ننسيها. ده معلمين تهديه طبعا. أنا يجون هون دون بدن هذا اللي ندل تاني دين. بالواقع هني استجابية إذا كنا. أنا هون دون إن شاء الله. خاصة إنه قص إن شاء الله. Okay, an halka si dawa gale consulting services ku ama in general yani adeegada la talinta sidaan hore u sheegay dadka ka shaqeeya waa dad aad u qaali ah marka oo ay adag tahay in maxaa la raaday la kireysan karo soo hadii tusaalahan aan idu ku dhado ii sameeya external audit lacag inta leeg bay charge gareeyaan in hadii la waxaan idin ka rabaa CV-yo dadka ay qabanaya shaqada hadaan ka dhaxwaayo CBA ama NSCA ama dad maaragtay khibrad badan u leh iyo waay aragnimo waxaan u qaadanayaa inaanay ii dhacayn shaqo wanaagsan marka waad ku qasbantihiin marka aad imanaysaan proposal-kiina inaad dad noocaas keentaan soo lacag inta leeg baad su'aalahaano kale aad charge gareeyaan dadka هاوش القبر يا محايد إن شاء الله كارني ما حساب تنتين ها طبعا تين لو سؤالات أو سكول هشيني إني هيم بفيلا يا كورم وانو كتشو أبني وانو كيسن تونا شقالة مارته قنعية هذه كده يدد كان هو قبر تونا هذه كده تاس هل كاسويان تكلا قيمة وسمين تا وح برايسين كلا يرادو سوق عيا جوامية حفيز كاغن يا تاي كاغن يوحنا ما جواميو سبلاي يديمان ها وح باهلو قوايم ها كهيسامن بجوامسة حفلة يعني إنه وقت يصير شو وقت جن طبعاً أولي تاريسكا وحكو خسبيه نيني ماركتي ماركتي شغلنا لب العبان وح برئيسك وحنو إيجدون السوقة هدي ماركتي مرحلة يضا يو تذكر كان الله تشنني هي أيام نلد جين دون إن شاء الله برئيسك لكن أنا وحنو حساب تني هل كي ساعة إن لقو قمن كراسي دا ماركتي استيميشن كيجو يهي in lagu qaban karo $10 oo quliya oo qofkii aad maalinka maartay 48 saacad talabixin u siisay aad $240 ka qaadi karto marka waxa la sameyn karaa halka mushahar uu ka dooni lahaa inta badan ganacsadeyaal la waatiinoo idu ku dabara waxa qaadataan maartay sheerka
ganacs maartay nimanka oo dhinta riska ah anagu bilayaa luqa sidii waashbaanada bilal maartay u qornayno waxaanu la geli doonaa contract marka lixda bilood ba waxay maartay kambiyuu shaqeeyo contract ay ku qaadan doonaan insha Allah ta'ala su'aashan ku weydiinaya waxa weeyii hawshan horta runtii auditingku waa hawl wadanka aad looga baahan yahay marka waxaan horta kuu sheegayaa inaanay wax cusub oo fikir cusub aanay ahayn ay jiraan so many auditing firms ka shaqeeya wadanka su'aasha aan idinka idin weydiinaya waxa weeye wadankeena waxaa jira shirkadaha ama dadka xisaabaadku aada bay sensitive uga yihiin in la baaro iyagoo ka cabsi qaba in guntooda la ogaado tusaale ahaan waxa uu faa'iido sida uu u socdo hantidu haysto waxaa weliba in yar baa fahamsan sidee ugu qancinaysaan dadka inaa adigoo aydaan iskaranayn oo qof fresh oo jaamacad ka soo baxay aad kambani gudihiisa intood ku dhacbaa tidhaahdo waan idin baadhayaa sidee baad qofkaa ugu qancinaysaa inuu idin aamino oo uu idin taraskareeyo waa mid qodobka labaad maxaa isticmaalaysaan tools noocooya khibrad noocooya softwares noocooya imika tusaale ahaan kambani kastaa wuxuu leeyahay software u gaaro xisaabaada imika tusaale ahaan kambanigayga oo kale dee wuxuu leeyay software gaaroon isticmaalo idinku markaadi audit garaynaysaan ad kambanigaygii audit garaynaysaan softwareado dhan ma aqoon baa u leedin mise cid baa sidaa cabdiraxmaan sheegayay oblikbalabaa usoo kiraysanaysaan iyana waa mid qodobka ugu dambeeya waxa weeye inaad bal nagu qanciso faa'iidada aad ka samaynaysaan barnaamijkan iyo shaqa abuurka uu cid u samaynayo maadaama aad dad expertisa aad karaysanaysaan ma local baa ka karaysanaysaan mise dibad baa ka karaysanaysaan saddexaa su'aalood waan idinku badiye raalli ahaada waad mahadsan tahay su-aasha yar hore igu celceli sidee dadka ugu qancinaysaan inaad inuu idin aaminidiitaskaraan ha wuxuudiibaa gudihii u gelaysaan waxaa leedii nidi waanu idin odhid garanaynaa marka dadkeennuna waxaan ma fahamsanaa markaasee ugu qancinaysaan waan fahmay marka hore wax wax baadhaa waa internal odhad iyaga marka hore oo kambanigaasi internal odhad baa baadhaa waa sababta kuleeyag external siduu u aaminaya qofka external odhad ugu aaminsiinayo waxaan badbaadinayaa kambanigiisii waa inuu internal odhadku waa lasii ogyahay goortu yimaado iyo goortu soo howlgalo anagu markaan external odhad ahay isagu maan ka qaadanaya overview yar oo uu siiyo oo ku saabsan kambanigiisa saasoo ay tahay waxaan ku qancinayaa kambanigiisa waxa gudaha kambanigiisa ku jira ama balance sheetkiisa ka dhacaya oo resulti saxa inaan usoo gudbiyo taas waxay ka saaraysaa sinaan aniga laysii ogaanin cidina aana iga sii warqabin goorta aan samaynayo iyo xilliga aan samaynayo sidaa aan u samaynayana waxaan ku qancinayaa cidda markaasi aan u tegayo waa run oo ma ogolaa inta badan in ganacsatadu la ogaado hadhaagooda laakiin waxaan isku dayaynaa anagu inaanu ku qancinno marka ay noogu yimaadaan sababtoo ah waxaan noo shaqayn doonaa amaan qoran doonaa cid ag experience u leh certificatekeedina sidata nagana caawinaysa inay hawshaasi qabtaan si loogu qanco certificatekooda tusaale ahaan oo kale adigaan kuu yimi marka aad doonayo inaan kuu soo bandhigo ama meel aad iga soo aragto social media oo kale waad ii timi waxaad weydiisay waxaan qabanayo saan u qabanayo cidda iga qabanaysa waxaan isku dayayaa inaan kugu qanciyo miiska kuu soo saaro ciddaasi oon certificatekeedii hayo dhugmantigeedina xaraysan yahay si aad adigu marka hore ugu qaraado adigu marka aad ku qanacdo markaasaad ii ogolaanaysaa inaan meeshaadi sameeyo marka waxaa keenaysa qanaca inaan marka hore kugu qanciyo cidda ii qabanaysa dhantahay laakiin de markaa tiri external auditka qofaanay garanaysa igu qanacyaan de internal auditka mala saaxiib bay yihiin waaba yaaba internal auditka ma saaxiib kolleba internal auditka wuu yimaadaa maaha qof ay maaratay waa qof maaratay c a oga u shaqeeya sidoodii un weeye tabtoodii waa kala madax bannaan yihiin un midna c a oga u shaqeeya midna board of directorska sida u naqaano marka tabtii un weeyaan siday internal auditka ugu qanacin bay external auditkana ugu qanacayaan su-aashii igu celi labaad haa dabcan inta badan auditku tool u gaara ma isticmaalo sida accounting oo kale quick book iyo waxaan ma isticmaalo laakiin procedure ayuu isticmaala procedureska waxaa ka mid a inuu fahamsan yahay software walbo kambanigu isticmaalo hadda bh tr isticmaalo quick book haduu isticmaalo uhaakada marka fahamka iyaga aanu fahamsanahay softwareska annagu taan document ku diyaarinayno maaragtay ku diyaarinayno xogtayada taas waan samayn doonaa hadda nooma diyaarsan laakiin way fududtahay si maaratay software loo sameeyo
لكن تا وحنو أركعين يمكن ويبسنت هاي إنه سوفت ويرس كاش كمبيني كانوا استعماله وأجي هاي وفهنسي هاي كويك بوك بيشتري وهكذا يا كويس سمستين مركا إن شاء الله سؤال شيء يقول بيسينا وحيد بروفيت بروفيت كا يقول يرعي لي وحيد معنيه برنامج كينين محاكا معاشي سان بل ينو يرى شرح ولي بحسابها عنه وقو شرحه مدامة أد أردي ترستهين وأكاونتين كينا أقوم بذنو الذي بل البرقسي كوسف قولي سوليس كي يرفيني يقول يحساو كلاتش روبل نقو قنع ها كل دي وحنو ملاي ليا وحنو ملاي انتو بلانينو كي ايجيو وارتي شركة ديو وارتي سوو كسو شقيني ورفيني ميان تانا ورد وحيبو حسوسي هاي ياد بو مهاتي كده مركا تا وحوي سلام بروفيت كو سمين انا وصلا نديك او قمان انا نو انا طبعا وحاو بضانا انا قبح يا مركا انا الشيء دات خلق الرهيبو يو وارتي لكمنتي يدان استعبالا وحاو بضانا انا قبح يا وشيدالك قاريقا شيدالك قاريقا انا قبح يا مركا سير فيسكي اديك dakhliga aanu ka helno waaniga kugu soo sheego kuli halkii saac waxaanu estimate gareynay in lagu shaqeyn karo $10 maalinkii adeegaad u qabato waa $240 marka hadii auditna sidiisaba hadaan u deeska dukaan la audit gareynayahay de maalin quriyo lagu ma qabto oo waxa lagu qabtaa wax inta ha kulli ha sidiski bishi waa ku qoray meesha waxaan qiyaastay inaanu sameyn karno سيرفيس وكله بقول سيرفيس إنه سويته بشي أيه ما سنة كينا وسويته كده بقول سيرفيس سنة كي ما ها بشي بقول هذا سيرفيس العاجن تيلك بقى صوب حس العاجن تيلك طبعا هالكي ساعة دي اللي قلفته كن دولار بقى صوب حس هالكي ساعة أقول يا هذا شغيسه كم بري لكن وحين تاك بدن هذا شغيسه ده تمام كم بتكون سيرفيس إن شاء الله سيرو بحاجة دبى كده درس من دولار إن شاء الله سيرو عقب ما سنتين سعيد يو محمد سلام تقدر ينفرستينا وسودا ويننا بلو غيبوا نوقع قادو أفتحني ماذا ربع عكام وغتا مرك هذه ده ينسودا ويننا مرك كوبات واحد كوب بلو ذي إن أو سيرفيس كانوا كلاو ندل كتشرين سيد أبو رشين تيجا كوو قرن سود أناليسيس كاد أد بلان كوسا ميسي ما بر عينه كتشرين مثل سومال نام بينه كتشرين أن كوو دارو شقوين كان قبته ميت كم ديوان أن أورو إنشيو أنو مانجر أوهن مانجر غيريو سنة كستا audit report ka external ka wan sameeyaa mashruuc ay soo socodsheedii seena ku xiran tahay already dad jira ay sameeyay marka ma oran kartid dalka ma jirto taas qodob koowaad qodobka igu xiga ninka sameeyaa isaga expert ah marka gacan labaad ma hadda expertise ki mustawihi adigu saad sheegaysan ma joogtaan oo dad baad soo haar gareysanaysan marka sidee qiimo ahaan marka aad eegto oo xogaa hanslaahay malaha way educator balaarta qaybta xisaabti tooski سيدي قفك هذا تري أوريد كوش غيني يسوي خبرة ديله قيمة هاي وجه قاضي يو أذو هذا قد وانا كرت هذا يقو عن لبعض استعمال يوقف خبرة سو هاير كريسنا يا مسو كريسنا هذا السؤال شو هو ردي وادي ودي سوم سات كشوابتي أنت هذا ودي سيفات كشوابتي هو حاتري بارك تويت شيران هذا نوع حاتري بو دوا والنوش يبني وده كتير هذا نوع حاتري أنا بعيش شقيا هذا هو حبوك الكامار حبوك كنون مايو ها سؤال شا حكتا واحد هاي balka waran de waxaan u fahmay labadii nan gacmood profit badan ma soo saari kartaan sami aanu fahmay anaa walaalin ka raqisnaan karaa walaalin ka hadii la ka raqisnaado de waa marne la ka dheereeyay insha Allah laakiin mar hadii aan cusub noo bisin lahay suuqana waxa lagu galaa sidii sabab qiimo raxiis ah lagu galaayo hoose waa adu hoose lagu galaa baha taban aad axila hadba bas tigaa waa dhacay in burcad basekin u yahay in business ka wadana hargeysa iyo xafiisada dawladda iyo injooyada halkan ay u badan yihiin marka ma soo guureysan oo halkan xafiis ma ka furaysan noloshii iyo deganaanshihii iyo kharashka ma ku xisaabtanteen mise burcad maarake online kaga soo galeysan baa bismillaah waan rafleeyo waan raa hadii odo loo baabo in hargeysa laga sameeyo sanagana sanaga gaadigi kana soo shidan la soo soo bixin oo soo laalayna ilaan kiyo wixii waa soo sameeyayna dawa soo guriyo la baray baaki waa maray laakiin waxa uu atarkii ka bedeli bayno qor ka tobad buu ahanaya ana ku noqonayo insha Allah ta'ala waxa jiri dabcan hargeysaan ku qoray meeshan oo xafiis ku hargeysay baa ku qoray ha ee barnaamijkan waxa laga yaabaa lacag bixintii inuu 3 bilood ay gaadho 3 bilood oo tan jaamacadda soo dhameeyeen
يجوبني نقول لك رجع حقنا صوت الناس تكتير لا تعرفش بوك يدلو شو كسو عرنا قاليزي حقنا إن شاء الله تعالى طال نور ديارن تون توحيد إن شاء الله أبا مسيح سعك الله تبارك وتعالى سعيد يا محمد أبا نكون مهند غيا واحد قشين دفاع دار دفاع ذاك بعض قشين يعني ما كي كان أستاذ هذا دي أوردت كيو هولودي والله قشين كل أوردت دنا ويسمعنا يجي لفت جودو وحن قلت دنا قيمتي نيل بعض بلاد أبو حيد استفاعي نيك صوب حي إن وحن كبلا ويا مركن إسماعيل معاد إسماعيل كهذي كسرت قبل كتوغدر يا شعبات قبل كتوغدر ومركن استفاعين محاد دبعة جورس كبدلين أن رنتي أدبان مركلو سلام يا مرك هذا الكجودي استفاعي الكجودي وافتحني ماذا مركل جاي ما أدين نمبر هذا عنسكو جيجي استوى قيمتي سحد عن سمايو شن دبعة بان كتشري شن دبعة حساب تورك كتشري وات هاي عبد يوسف بار انتي ورا تقدي شو وات هاي عبد الرحمن عبد الرحمن برالين انتي ورا داي وات هاي واحد يقولي شنو يقولي بس هذا اللي تقولي شنو دوتان دبينو اللي يشوف اللي دونان صعب يقولي شنو دوي كوحدة ندم بشيء هم كان عواد نلد دول شيء كوحدة كسرت شمعات قبل كا تقدر وحنو رشيني يعين الجوليستان استمر كاسنا كسب حي دهنا جربي هذا دم بيجو جوليستي وحكلو دمام بو مهند غي هولوني برنامج شيء قريب قاتي شمعات بدر البرنامج كمرتي جلسي بقي عالم كه بريمير بانك أو شغل شيء جوكتا برنامج كم مال جلية هولوني كلا مدرش كوش كان يا دمام بعد كسب برنامج كان عن كل هيد فكر يو حوق انت ما برامج كلا حساب هذا كلا من ذكرت كل من دماتين دماتي واحد كل عفنا كل تدب أو حساب بدن رمضان كريم هبه وناسن أو عن والله السفر كي يجي تركيا ساعة ذا كهري لعكت أنت على يقنا سفر لما جل كري وحن دوني لعكت هنا كوسي ديبو ساعة دي قصة ضبطرته وهدهوي تلفك عروتها كلها هيسته هيجي قبل واي والله على صديقي البحر سكان قط ما أنت هاد ما اللي جتجي وركا أتكشى كامس محل عقل قاس غض بدي رأيه تلاقي فن أتكسى هذا شكو جوه هولا صوت مبرم مبرم بعد نقطة هالفضين أو هالكي أتكتبه حولها كي كده بس ديسة أو أنكم بابا كله هلا أكتر عندك تاء ما يجي قصة ضد رأيه بلينا ماري قصة دو هذا بريمير بانك مهينك عاوية إيه دماستر كاربان وباهنا هذا الضلبو وهذا هل